أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على أهمية التحالفات والشراكات بين الدول المسؤولة والداعمة للاستقرار في المنطقة وحلفائها في الخارج لضمان الاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، وعلى أهمية دور الشركاء الدوليين في التوصل لشرق أوسط مستقر ومزدهر وخال من النزاعات يساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي. ونوه معالي وزير الخارجية في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته 14 بأهمية الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، موضحا أن هذا التحالف سيسهم في تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة ومساعدة دولها في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها على كافة الأصعدة. وأكد معالي وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بدورها الداعم لكافة الجهود الهادفة لحماية المنطقة، وستبقى على استعداد للعمل مع الأصدقاء والحلفاء لضمان الاستقرار والازدهار. واستعرض معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة الأوضاع في المنطقة، منتقدا في هذا السياق التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية كما في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية الذي أدى إلى إطالة الصراع، مشددا معاليه على أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ملتزم بإعادة الاستقرار والحل السياسي الذي يجمع بين كافة مكونات الشعب اليمني ويضمن وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن. وأضاف معالي وزير الخارجية أن محاولات قطر للتدخل في سياسات الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس الذي يعد دعامة للاستقرار الإقليمي وأهم عنصر إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مساعدة المنطقة على الاستقرار، مشيرا معاليه إلى أن هناك رابطا بين أزمات المنطقة وهو محاولة بعض دول المنطقة فرض الهيمنة على الآخرين، سواء كان سعي إيران المستمر لتصدير ثورتها والسيطرة على المزيد من الأراضي من خلال وكلائها أو محاولات قطر الرامية إلى التأثير على المنطقة.